بص انا هقولها لك كلمه ورزق على الله، ما ينفعش انك بتتعلم انجليش او عاوز تتعلم انجليش وتبقى بتنطق اسم الدوله بتاعتك باللغه الانجليزيه غلط. ايه يا اخي، مفيش وطنيه؟ ما عندكش احساس بالمسؤوليه؟ انا في الفيديو بتاع النهارده بمنتهى البساطه هقول لك اشهر اسماء الدول العربيه والدول الاجنبيه باللغه الانجليزيه والجنسيات بتاعتهم كمان. اتفرج على الفيديو للنهايه. Let's get started. اول دوله معانا النهارده هي مظبوط مصر. ما ينفعش تكون بتنطق ام الدنيا غلط. احنا عندنا مشكلتين لما بنيجي ننطق ايجيبت في الانجليش. الاولانيه ما بنحطش دي خفيفه كده قبل الجي فبنقول ايجيبت، مع ان المفروض نقول ايجيبت. والمشكله الثانيه لما بنيجي نقول الجنسيه، ما فيش حاجه اسمها ايجيبشن. اي ام ايجيبشن. التي اي اي ان بتتنطق شن. ام ايجيبشن ايجيبشن. يبقى Egyptian we Egypt. تاني دولة عربية معانا النهاردة هي السعودية، بالانجلش اسمها Saudi Arabia او Saudi Arabia، الاثنين صح. Saudi Arabia او Saudi Arabia. والجنسية يعني واحد سعودي بنقول عليه Saudi او Saudi. Saudi. تالت دولة معانا وهي تونس الخضراء، ودي ليها نطقين في الانجلش. في الامريكان انجلش بنقول عليها تونيزيا، وفي الانجليزي البريطاني بنقول عليها تونيزيا. وواحد تونسي الجنسية يعني is Tunisian. Tunisian. الجزائر الجيريا الجيريا، وجزائري الجيريان. عندنا كمان الامارات بالانجلش Emirates. Emirates. وواحد جنسيته اماراتي بنقول عليه بالانجليزي زي العربي بالظبط اميراتي اميراتي اميراتي. الكويت بالانجليش كويت كويت كويت، والجنسيه بنضيف اي بس كويتي كويتي. عندنا كمان الدوله، لا لا مش دي، دي مش دوله اصلا، دي بالانجليش فلسطين بالستاين بالستاين او بالستين، وواحد جنسيته فلسطيني بنقول عليه بالستينيان Palestinian. دولة العراق في اللغة الإنجليزية Iraq أو Iraq. Iraq Iraq. وواحد عراقي أو جنسيته عراقي Iraqi Iraqi. سوريا بالإنجليش Syria Syria. وسوري Syrian Syrian. عندنا كمان بقى الدلع كله، لبنان بالإنجليش Lebanon، حتى اسم متدلع كده Lebanon، والجنسية Lebanese. السودان سودان سودان، والجنسية سودانيز سودانيز. اسف لو كنت نسيت اي دولة عربية، انا كنت بحاول اركز على الدول اللي فيها مشاكل عندنا في النقطة، لكن كل الدول العربية على راسي من فوق. خلينا بقى نتحرك لشوية دول اجنبية احنا كمان بنغلط في نطقها. اول دولة معانا هي فرنسا. فرنسا بالانجليزي مش فرنش. فرنش فرنش دي الجنسية اسمها فرانس فرانس فرانس، انما الجنسيه واحد فرنساوي او اللغه الفرنسيه فرنش فرنش. عندنا كمان المانيا، احنا بنغلط في نطقها بنقول عليها جيرمان جيرمان، دي برضو الجنسيه. المانيا اسمها جيرماني جيرماني جيرماني، واللغه او الجنسيه جيرمان جيرمان جيرمان. الدولتين دول كمان بنتلخبط فيهم، واحده في اوروبا واسمها استريا استريا يعني النمسا، والثانيه استراليا أستراليا أستراليا، فما تتلخبطش ما بين الاثنين دول. عندنا كمان أيسلند، دي دولة أيسلند في الشمال خالص. أيسلند يعني بلد الجليد أو أرض الجليد أيسلند، لكن التانية الكلمة التانية دي أيلاند اللي هي جزيرة، معناها في الإنجليش جزيرة، فما تتلخبطش ما بين ما تتلخبطش بين أيسلند وأيلاند. نخش بقى على دول بتاعت قارة آسيا. أول دولة معانا هي تشاينا، ما تقولش تشاينا، لازم في تي كده تشاينا تشاينا تشاينا، والجنسيه تشاينيز تشاينيز. عندنا كمان اليابان بالانجلش ما تقولش جابان، لازم في دي خفيفه كده جابان جابان جابان، والجنسيه جابانيز جابانيز. عندنا كمان من الحاجات اللي بنتلخبط فيها تايلاند تايلاند، والجنسيه بتاعتها غريبه شويه تاي تاي تاي. اخر حاجه معانا وسهله جدا روسيا 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 روسيا، والنطق بتاعها الجنسيه روشن روشن. عندنا في كمان دوله في اوروبا نطقها صعب علينا شويه وهي البرتغال، بالانجلش بنقول عليها بورتوغال بورتوغال بورتوغال، والجنسيه بورتوغيز بورتوغيز
Portuguese. خليني بقى اقول لك معلومه كده على الماشي قبل ما نقفل الفيديو. الدول في الانجليش بتتكتب دايما ب capital letter او حرف كبير، وكمان كل الدول في الانجليش ما بتاخدش ذا باستثناء الثلاث دول دول: the United States of America امريكا، و the United Arab Emirates اللي هي الامارات، و the Netherlands اللي هي هولندا. دول بس اللي بياخدوا ذا، غير كده كل الدول بتيجي من غير اي حاجه قبلها. That's all for today. Thank you. Wish you all the best.